في قوله سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، يقول: هل يستدل بهذا على وجوب السلام؟ هذا نزلت الآية في سبب أن المشركين طلبوا من الرسول أن يطرد ضعفاء المسلمين مثل بلال وخباب، وقالوا: إنسان تبين نجلس معك ونسمع منك، اطرد هذولا حتى نجي ونسمع منك، حنا ما نجلس مع ذولا. الله نهاه عن ذلك، قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، وما من حسابهم علي، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. سمى الله هذا ظلما طردهم. وأما هؤلاء إن كانوا يريدون الحق فهذا متيسر لهم، وإن كانوا ما يريدون الحق فأنت لا حيلة لك في هدايتهم. نعم. وقال في الآية الأخرى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تهديد: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إلى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، الآيات. نعم.